يعني بالانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت ممكن. هذا المشروع زي ما التقرير ذكر بدأ في يناير 2009 وكان الهدف منه ينتهي في 12/2009 لكن توقف بسبب أحداث ثورة يناير في 2011، وإحنا بنعود العمل فيه في يناير 2016، وعند توفر الدعم المالي كما وعد السيد رئيس الوزراء إن شاء الله تعالى يتم الانتهاء منه قريبا في فترة زمنية يعني أعتقد حوالي 6 أشهر وفقا للمهندسين القائمين على هذا المشروع. إحنا سمعنا عن اجتماع تنسيقي بين وزارة الأثار والسياحة والهيئة الهندسية لتنسيق العمل. تمام يا فندم. بدأ هذا الاجتماع. هذا اللقاء عقد بحضور السيد الرئيس وكانت كل هذه الأطراف مدعية، ثم عقب هذا اللقاء زيارة من السيد وزير الآثار وكل هؤلاء الأفراد الموجودين والهيئات. والمشروع عشان نتكلم هنقدر نقول احنا عندنا مشروعين مش مشروع واحد. نعم. المشروع الأول هو قصير المدى والمشروع الآخر هو طويل المدى. المشروع قصير المدى معني بالنظافة بالأمن. نعم. معني بوجود حمامات مناسبة تليق بالسائح، تنظيم حركة السياحة داخل المنطقة، السيطرة بشكل ما بتنسيق مع شرطة السياحة والآثار وأفراد أمن الآثار. نعم. وبعد وشركة كلفت من قبل السيد وزير الآثار، هي شركة تتبع مؤسسة الجيش لكنها شركة مدنية تدار بشكل عسكري، لكن ليس الجيش هو الذي يدير المنطقة، لابد من التوضيح في هذا الأمر لأن هناك لبس في هذا. نعم. تمام. طيب. فهي شركة مدنية يديرها عسكريون وتتعامل معنا وتكمل منظومة العمل من ناحية الأمن، من ناحية النظافة، من ناحية رفع كفاءة المنطقة سياحيا وأثريا، وبالتعاون التام مع شرطة الصحة والآثار كصاحبة حق أصيل من وزارة الداخلية. هي شرطة متخصصة زي ما تفضل أستاذنا الدكتور محمد إبراهيم بكر. نعم. فهذه الشرطة التي يحق لها الشق الجنائي والضبطية القضائية، أما نحن كأفراد أمن أثار مدنيين نتبع وزارة الأثار علاوة على الشركة القادمة التي من المحتمل أن تأتي للعمل معنا في المنطقة، كل هؤلاء يتعاونون من أجل خدمة السائح والزائر والحفاظ على الأثر ورفع كفاءة المنطقة من الناحية الأثرية والسياحية. مهندس شريف إسماعيل قال إن التمويل اللازم سوف يتم تدبيره، طبعا هيتم من الحكومه. من الحكومه طبعا. احنا كوزاره اثار ليس لدينا ميزانيه مستقله. نحن وزاره تمويل ذاتي، نعتمد في دخلنا على ما ياتي من التذكره والرسوم التي تفرض على الحفلات او الزيارات الخاصه في المنطقه وفي اماكن الاثريه الاخرى. لكن ليس لنا ميزانيه مخصصه من قبل وزاره الماليه او الحكومه، فهذا هو المأزق الحالي. وكما تعلم سيادتك كان دخل الاثار قبل ثورة 25 يناير يعادل المليار وربع المليار، الآن تقلص بسبب نقص السياحة القادمة إلى مصر تحديدا السياحة الثقافية وصل إلى حوالي ربع مليار، فهناك عجز حوالي مليار. نعم. جنيه سنويا. طيب. فسوف يتم يعني السيد رئيس الوزراء كلف الحكومة بتدبير المبلغ، ونتمنى إن شاء الله يتم تكليفه، وأعتقد أنه في يعني سوف هذا يحدث قريبا. نعم. وهذا يحدث انفراجة بقى في المشروع الآخر. إحنا طيب هنروح للمشروع الآخر بس سمح لي يا دكتور. تفضل. دكتور حسين، يعني أنت أشرت إلى مسألة العجز الحالي، وكما يقول المثل أحيانا رب ضرة نافعة. الدكتور محمد، هل هذا ينطبق، هذا المثل ينطبق على الحالة المصرية فيما يتعلق بالسياحة رب ضرة نافعة، بمعنى أنه غياب السائحين، غياب الحركة السياحية يكون فرصة سانحة لتطوير المناطق السياحية، لتطوير المناطق الأثرية لكي تكون مستعدة عندما تعود السياحة بكامل طاقتها؟ ده كلام يعني منطقي. احنا بنشوف الأوتيلات او الفنادق في القاهرة. نعم. وفي الأماكن السياحية تقريبا كل أعمالها دلوقتي في التطوير. نعم. والإعداد الاستعداد لاستقبال حركة إن شاء الله قريبة جدا وافدة إلى مصر من السياح. نعم. أما بالنسبة للأثار فعدم وجود السائح بيحرم الأثار من دخل من الأموال اللازمه لعمل المشروعات في يعني بينقص التمويل مش بينقص تقريبا بيوقف التمويل. والدوله من الصعب ان انت تضغط على الدوله وتطلب منها تمويل في وقت هي محتاجه، يعني الاموال دي بتروح لجهات هم بيعتقدوا انها يعني اكثر احتياجا من مناطق أثرية موجودة من آلاف السنين. والمفروض رجال الأثار هم بيعتقدوا كده، يشوفوا شغلهم ما فيش داعي أنهم يطلبوا أثار. ومع ذلك الكلام الجميل اللي حصل أخيرا إن الدولة على استعداد أنها تمول
تمول رجال الآثار، وهم عليهم أنهم يعني يشتغلوا معانا ويقدموا المنطقة للعالم بشكل جديد، لأن عيب جدا أن تمر هذه السنوات الطويلة ورغم وجود كثير من المشروعات اللي تمت فعلا في المنطقة وبعدين انتهت إلى لا شيء نظرا لأن ما فيش استمرارية. تقصد منطقة الهرم؟ منطقة الهرم. نعم. طيب هنحاول نربط يمكن بين السياحة والآثار، يمكن حضرتك أشرت بشكل واضح، لكن ربط آخر من جهة أخرى من جانب رجال السياحة. احنا معنا على التليفون دلوقتي الأستاذ سيف العماري عضو اتحاد الغرف السياحية. أستاذ سيف أهلا بيك. أهلا يا فندم. احنا كنا بنتكلم الضيوف الكرام. أهلا بحضرتك. معنا الدكتور محمد إبراهيم بكر الرئيس الأسبق لهيئة طبعا. الأثار طبعا وحياتي دكتور الحسين عبد البصير مدير عام آثار الهرم. أهلا بحضرتك. طيب احنا دلوقتي لما بنتكلم عن غياب السياحة، في من الخبراء والمتخصصين يقول انه غياب السياحة يحتم علينا ان نكون مستعدين في الآثار وفي السياحة، يعني المؤسسات والتسهيلات والفنادق وكل شيء يتعلق بالسياحة والآثار لاستقبال السائحين عندما يعودون إلى مصر. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ أنا عايز أقول لسيادتك حالي إحنا خلينا صريحين مع بعض ونتكلم بكل صراحة. أولا يعني حتة إن نكون مستعدين أو في تغيير في النمط أو ومعك الدكتور محمد لا طول عمرها الأثار يعني ما شاء الله أثارنا مهتمين بيها والسياحة كانت ما شاء الله بتوفد. هي مش قضية السياحة بتيجي عشان إحنا عندنا إهمال مثلا في الآثار أو في الأماكن الأثرية أو الأماكن السياحية أو في الفنادق أو لا، دي مصر من يعني عايز أقول من البلاد المتقدمة فعلا سياحيا، مش بلاد الجوار اللي حوالينا اللي إحنا شايفين هي كميات سياحة ما شاء الله. لا هي الظروف اللي إحنا مرينا بيها عشان ما نكذبش على بعض. لا بس في أي قبل الظروف قبل الظروف يا أستاذ سيف ما نقدرش ننكر عندك أساتذة في الآثار مش هقول لك سياحة. اليوم كان دخل الآثار كام في 2010؟ أيوة بلاش نتكلم عشان ما نقولش قبل. والآثار كانت عندنا من حفريات دائمة واكتشافات جديدة والآثار الموجودة في مصر أنا يعني دي احنا بنقول تلت آثار يمكن يعني أكثر من أثار العالم كلها المدفون في الأرض نضحت الموجود على وجه الأرض والحمد لله. فإذا لو بصينا على اليونان إيه عندها اليونان؟ نعم يعني عندها إيه إذا بصينا على الحاجات الأثرية؟ إيه أسبانيا عندها؟ لو جينا إحنا في مصر ربنا حباها ببحرين وبنيل وبجو شتوي وجو صيفي وحباها بمناطق النهاردة سياحية كثيرة جدا بغض النظر عن الآثار. يعني في احنا الاثار بنعتبرها ثقافيه يعني دي سياحه ثقافيه وليس كل شيء احنا هذا بيجي صح ثقافيه في سياحه ترفيهيه والنهارده عندنا الدايفنج وعندنا سياحه الكرفانات وانواع ونمط كتير جدا من السياحه موجود في الغردقه وفي شرم الشيخ وفي مرسى علم. فاذا مش بس السياحه قصرة على الاثار. اذا لما نتكلم على السياحه بنتكلم على السياحه بمشمولها الكامل وما جيش انا علق الشماعه اقول اصل عندي في حاجات الاثار او مناطق اثريه مش كويسه مش مظبوطه فيها اهمال. لا احنا عندنا مناطق. هل تعتقد السائح سيادتك لما بيجي ده السائح لو حيزور المناطق الاثريه لو كان سائح ثقافي لن يكفي شهر زياره الاثار الموجوده في مصر. فاذا انا عايز اقول احنا بنتمنى نرد من ربنا احنا بنعمل اللي علينا. الآثار بيشتغل، السياحة بتشتغل، الكل بيعمل، كله بنتمناه إن يعني تعود السياحة إلى كما كانت قبل الثورة. طيب. عشان ما نجيش نقول إحنا أصل أهملنا لا أصل خدمة السائح أو السائح بيشتكي أو السائح ما إحنا بنسافر وبنشوف. يعني الفنادق اللي عندنا لن يضاهيها أي فنادق برا. لهذا السائح بينزل عندي $20 مقابله برا ب200 يورو في الغرفة. طيب أستاذ سيف لكن هل نستطيع أن ننكر أن كان في إهمال وكان في خدمة لا تليق بالسياحة المصرية
بالإضافة لأنه الموارد التي ذكرها الدكتور الحسين اللي هي مليار وربع، يعني هذه الموارد الإحصاءات